تمام يا مس، شكرا لحضرتك. في الاكسرسايز ده ليفل 3 بنتعلم مع بعض ازاي نبص على الجمله بتاعتنا، نعرف ان هي اكتف معلومه ولا باسيف مبنيه للمجهول او فيها اسم مفعول. احنا قلنا ان الباسيف او الاسم المفعول بيتكون من ووز وير او ام او از او ار، اللي هو فيرب تو بي زائد البي بي بتاع الفيرب. فبص كده يا زياد، في نمبر 3 ذا فاير ووز بوت اوت، ذا فاير ووز بوت اوت. انا عندي الفيرب هنا ووز وبوت، يبقى الجملة دي أصلها active ولا passive؟ active علشان بوت هتبقى المفروض بوتد، هنزود لها اي دي، انما هي ما فيهاش اي دي هتبقى active. لا بص يا زياد، أنا كنت قايلة لك قبل كده في تصريف الأفعال بوت زي cut زي أفعال تانية بتفضل زي ما هي في الثلاث أشكال ما بتتغيرش، فبوت بوت بوت يبقى هي كده في الثلاث أشكال بتاعتنا، يبقى ده passive ولا active؟ passive. عرفنا ان هي passive، ادي was وادي البي بي من الفيرب بوت، هي بوت. طيب يا مس، لو انا مش عارفه التصريف التالت، الwas والwhere او اي فيرب تو بي، لو الجمله active معلومه على طول هتلاقي فيه اي ان جي. طب لو ما فيش هنا اي ان جي يبقى هي ايه؟ passive. يلا يا ادم، my parents gave me a present. gave. اوكي ماي بير جيف مي، هنا دي اكتف. هنا دي اكتف لان احنا قلنا الباسيف بيتكون من بي فيرب تو بي زائد البي بي. هنا ما فيش غير gave فيرب عادي، يبقى دي جملة اكتف معلومة. يلا يا حنين، English is spoken here. هبص على is spoken. هو ايه الاختيارات active معلش؟ or مين passive؟ اكتر؟ باسيف. active or passive؟ باسيف عرفت منين ان هي passive؟ من سبوكن، ايه سبوكن؟ من is و spoken. يبقى ايه هو is و spoken؟ verb to be وال be be. اوكي طيب، المفروض ان احنا في أزمنة تانية بنحولها لأكتيف وباسيف، يعني كل اللي جاي ده أزمنة تانية لسه ما قلتهاش، كل اللي جاي ده أزمنة تانية لسه ما قلتهاش، بس هقول لكم أنتوا هتحاولوا تخمنوها. إحنا اتفقنا إيه؟ لازم يكون مين في الباسيف؟ فيرب تو بي، لازم يكون مين في الباسيف؟ verb to be to be زائد مين جنبه؟ زائد مين جنبه؟ التصريف الثالث من الفيرب اللي هو البي بي بتاع البي المزاج. بي للفيرب. طب بصوا كده، لو انا قلت هنا the dog has been taken to the vet، has been taken، انا هنا عندي be وعندي التصريف الثالث بتاع take taken، باسل يبقى الجملة دي active ولا passive؟ باسل طب انتوا عارفين باسل اصلها اتحولت من انهي زمن؟ بصوا اقول لكم اتحولت من انهي زمن. شايفين has اللي قبلها اتحولت من ال present perfect، يعني الجملة دي لو احنا رجعنا للactive بتاعها هي زمن البريزنت بيرفكت المضارع التام. عمل ايه بقى عشان يجيبها للباسيف؟ حط هاز، هي جاب البي بي من كلمه بي بين وبعد كده التصريف التالي. طب انا مش عايزه الخبطكم، انا هنا عرفت منين ان هي باسيف؟ ببساطه جدا دورت كده لقيت تو بي اهو، ولقيت البي بي بتاعي خلاص، يبقى هي باسيف. مش مشكلة في أنهي زمن هي باسيف. اللي تحتها somebody has stolen my bag، أنا لو بصيت في الجملة دي أه في stolen، في بي بي، في تصريف تالت، بس في فيرب تو بي ما في بي، يبقى الجملة اللي قدامنا دي باسيف ولا أكتيف؟ أكتب ما فيش أكتب بي، يبقى ولا أكتيف؟ أكتب يا مس. يبقى تاني عشان ما نتلخبطش، صح أكتيف. اسمعوني تاني، ايه اللي بيعرفنا ان الجملة دي باسيف؟ تكوين الباسيف. ايه تكوين الباسيف؟ نحطه في دماغنا، ايه تكوين الجملة الاسم المفعول؟ بي
زائد البي بي. ايه تكوين المفعول؟ اسم المفعول قوله. بي 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 زائد البي بي زائد زائد البي البي بي البي زائد الباسيف او اسم المفعول بي زائد البي بي. غير كده غير كده بي غير كده يبقى هو اكتيف، يبقى جمله معلومه. غير الشكل ده اللي هو بي زائد البي بي تبقى جمله معلومه. طب ممكن تكون ايه بي؟ بصوا ممكن تكون ايه بي، هتتفاجئوا اصلا لما تلاقي تعرفوا ممكن تكون ايه بي. بي ممكن تكون ام واز وار، يعني ممكن نلاقيها بالشكل ده ام واز ومعاهم ار. بس عشان نتكلم ممكن بي تلاقوها في الماضي، ووز واختها وير او وور. بي ممكن تلاقوها ويل بي، ويل بي زائد البي بي. ممكن تلاقوها has been زائد بي بي. ممكن تلاقي فيرب جنبه البي بي، عمر ما يكون معاه جنبه اي ان جي. لو معاه جنبه اي ان جي يبقى مش باسيف، لو معاه جنبه اي ان جي يبقى الجمله دي عمرها ما هتكون باسيف. الباسيف فيرب تو بي زائد البي بي، فيرب تو بي زائد البي بي. طب نكمل كده، مين عليه الدور بعد حنين؟ الاء. يلا الاء، بصي بس الجملة بتقول لك إيه؟ The car has been repaired. Has been repaired. لو أنت بصيتي كده على الفيرب ده has و been و repaired هتقول عليه ده active ولا passive؟ هاي آلاء. حسن عرفتي منين ان هي عشان باسيف؟ عندي الرد عشان عندي مين؟ عندي بي اللي هو بي وعندي بي، وعندي التصريف الثالث ريبيرد، يبقى دي باسيف على طول. وانا مغمضه عيني كده دي باسيف. تمام يا ادم، أنا ادم ماهر. الأسئلة يلا يا ادم، سؤال. بس هنا بيقول لك some people were laughing. طيب هتختار ايه هنا؟ عشان الـ ING active عشان الـ ING، يبقى ده مش عشان شبه الـ الباسيف ING ما ابدا. بتحبش الباس. الباسيف ما بتحب ما فيش معاها ING، يبقى دي جملة active. برافو. طب يلا يا مريم، مريم، olive oil is made from olives. مريم، مريم ما تقريبا النت عندها فاصل. طيب يلا يا يوسف أحمد، olive oil. يوسف، نعم مش olive قولي oil is made from olives. هنبص هنا is made. أكت active ولا passive؟ أب يا يوسف هو أبا أب بص عشان بصي في عشان في إز وميد هتقول اكتف ولا باسيف؟ أكت بس اكتف يعني جملة عادية، الجملة العادية فيها إز جنبيها بي بي. بس يا يوسف انت فاهم؟ انا بص يا يوسف انا ما ترجمتش ولا كلمه، ما ترجمتش كلمه. انا كل اللي ببص عليه ببص على الفيرب، ابص على شكل الفيرب. الفيرب لقيته فيرب تو بي وقاعد جنبه بي بي بتاع الجمله بتاع الفيرب، يبقى ده اسمها باسيف، اسم مفعول. طب لو ما لقيتش فيرب تو بي معاه اي حاجه تانية، اي ان جي، لقيت فيرب تو بي لوحده، لقيت جمله عاديه في البريزنت بيرفكت، يبقى دي جمله اكتيف. هنا يا احمد في از وفي ميد، يعني في فيرب تو بي وفي تصريف ثالث من فيرب ميك، يبقى دي جمله باسيف. جمله ايه دي حبيبي؟ بس باسيف. طيب يلا يا عبد الرحمن، عبد الرحمن محمد، لو انا عندي the work will be finished، بص كده على الفيرب بتاعك will be finished.
هتكون الايد بي حسن والايد بي بي، يبقى دي اكتف ولا باسيف؟ حسن. باسيف. طب يلا يا رحمة، ايه كوميت؟ كوميت ده اللي هو تقريبا النيزك، او اسمه ايه بس كانت منك يا تحليل ريت. باي ا لونج تايم. هيا يا رحمة. الجملة دي ايه؟ عرفت منين ان هي اكتيف؟ عشان ما فيش اسم مذنب. مذنب فيرب تو بي. كوميت هو المذنب يا شباب. عندي اهو، ما هو فيرب تو بي اهو، مش ووز وير، دي فيرب تو بي يا رحمة. رحمة ردي عليا، مش ووز وير ده فيرب تو بي؟ ايوه مش طيب وسين؟ سين ده ايه؟ بيبي تصريف تالت. طب عايزه اتاكد اكتر ان هي اكتيف، عايزه اتاكد اكتر ان هي باسيف. كلوز يا نورين وجنى، بالضبط اكتبوا على الشات يا نورين وجنى. انا عارفه مين اللي جاوب مين ما جاوبش. هبص عندي هنا اول الكلام، الكوميت هو المذنب، هو المذنب ده هو اللي بيشوف ولا هو بيتشاف يا رحمه؟ بيتشاف اترجم بقى هنا، هو بيشوف ولا بيتشاف؟ بيتشاف بيتشاف. يبقى الجملة دي باسيف. ليه باسيف يا حبيبتي من غير ترجمة؟ ليه باسيف؟ لأن أنا لقيت في تركيب الجملة في فيرب تو بي، حد من أولاد فيرب تو بي اللي هو ووز، ولقيت جنبه بي بي اللي هي سين، يبقى دي جملة باسيف. على فكرة، على فكرة يا رحمة، على فكرة كلكم، أنا بعلمكم الحاجة السهلة. يعني أنا ممكن أقول لك طب ترجم الجملة، شوف الجملة دي هي اتعملت ولا حد عملها؟ أنا مش بقول لك كده خالص، أنا بقول لك بص بعينيك، بس بعينيك هتعرف تحل. الجملة دي لو فيها فيرب تو بي أو حد من تبعه وبي بي يبقى هي باسيف. طب ما فيهاش فيرب تو بي وما فيهاش حد من تبعه وما فيها أي زمن تاني يبقى هي أكتيف. الموضوع أتفه منه ما فيه. نكمل حل. لا يا بودي، the girl kicks the ball. أنا هنا عندي جملة في الأكتيف، يعني البنت كيكس شاطت الكرة the ball. أنا عايزة أحولها لباسيف، بدأ بمين هو؟ شال الجيرل وحط مكانها مين يا زبون زبون the ball. المفروض بقى تحط لي الفيرب بتاعك تخليهولي في الباسيف. إيز هعمل إيه يا بودي؟ هبص على حاجة من الاتنين. هبص الأول يا حبيبي على الزمن، الزمن بتاع الجملة كيكس بزمن إيه؟ سامبل برزنت كيكس سامبل بقى زمن إيه؟ برزنت سامبل بريزنت سيمبل. طب إزاي نحول الفعل بتاعنا لاسم مفعول في البريزنت سيمبل؟ نجيب مين من عيلة بي؟ يبقى إز. أوكي اوكي ها هتبقى كيكس كيكد، نحط لها ايه؟ اي دي. لا هتبقى كيك اي دي اي دي اوكي. طيب يلا يا جنى، ذا شيف، الشيف بيكد ذا كيكس. عايزه احولها ذا لباسيف كيك فويس. ها ذا هبص كيكس على الفيرب بيك بتاعي، مين الفيرب بتاعك؟ بيك في زمن ايه يا جنى؟ في زمن البس البيبي فهو مستبقى وير بيكت يبقى هي هو في زمن الماضي، في زمن الماضي الباست، عشان فيها اي في اي دي ما اعرفش سال اخوك. يبقى هنا زي شيف بيك زي كيكس، الكيكس هنا بقى جمع اهي اس، يبقى نقول ووز ولا وير من الفيرب تو بي؟ all where يا مس were، بتتنطق كده were، the cakes were baked baked by the chef. يبقى انا عشان بقى احول الجمل العاديه جدا من active لباسيف بعمل ايه يا حبايبي؟ ابص على الفيرب بتاعي في جمله الاكتيف الاقي present
اجيب بقى عيله فيرب تو بي في البريزنت، ام او از او ار. بختار ام واز وار على اساس مين؟ على اساس اللي احنا بدانا بيه الجمله اللي هو الاوبجكت. طيب لقيت الجمله بتاعتي الفيرب بتاعها في الباست في الماضي، يبقى اجيب فيرب تو بي في الباست في الماضي. مين فيرب تو بي في الباست في الماضي؟ لا اما ووز لا اما وور. وور، ايوه تتنطق كده وور ووز وور وور. يبقى هنقول ذا كيكس وور بيكد باي ذا شيف. طيب لو انا عندي جمله تانية بيقول ذا وومن. نعم يا ميس، نعم. ازاي وور هي مش وير؟ اصبروا بس عشان انا هنجهز لكم كده فيديو، او مجهزه لكم كده جزء كده هنقرا فيه الكلمات اللي انا بتلخبط فيها ذات نفسي. اصبروا بس، اصبروا عشان انا بتعلم معاكم. انتظروا انتظروا. ذا وومن دروف ذا كار. هنا الفيرب بتاعكم مين؟ الفيرب بتاعنا هنا دروف. دروف انا هحلهم انا دول عشان خاطر تتعلموا ازاي الحل. دروف ده في الباست في الماضي، يبقى هنقول هنجيب فيرب تو بي في الماضي، يبقى ووز عشان الكار دي مفرد، دروف دروفن درايفن درايفن التصريف الثالث بتاعها. بعد كده عندي ماي مام لافز مي. هنا المي دي جبناها اي اهو، بصوا هنا اوبجكت، هنا مكان الاوبجكت المفعول. لما جبنا المي حولناها في الاول حولناها اي، يبقى اي ام لافد، انا اتحبيت. اي ام لافد باي ماي مام، انا اتحبيت من مامتي. زمان رايت ذا ليدرز، يبقى هنا الفيرب بتاعنا write the present simple، يبقى هقول the letters الجوابات are written كتبت are written by the man.